السلام عليكم، نشرة أخبار الاقتصاد من الميادين إلى العناوين. الحكومة المغربية تخفض أسعار الدواء والمواطن يطالب بتصحيح السياسات العلاجية. واشنطن تلوح بمزيد من العقوبات على روسيا، والأمريكيون لن يكونوا بمنأى عن عقوبات روسية محتملة. وفي النشرة أيضا، ربيع الاقتصاد بين روسيا وبريطانيا ينهيه خريف الأزمة الأوكرانية. أهلا بكم. سنتان من المفاوضات العسيرة في المغرب توجت بخفض أسعار أكثر من 1500 دواء. وزير الصحة المغربي والفاعلين في قطاع الدواء أقروا الخفض، وفي شهر حزيران يونيو المقبل سينفذ الاتفاق. لكن المواطن المغربي يطالب بتصحيح السياسة الدوائية في البلاد، ويطالب بما هو أبعد من خفض الأسعار. عثمان صديق. ما بين إصابتها بهشاشة العظام ومصاريف الدواء المترتبة عنه، تستمر نعيمة في التشبث بالحياة رغم الفقر ورغم ما يلزم المرض من دواء مدى الحياة. أنا أعاني من هشاشة العظام، علي شراء أدوية بأكثر من 200 درهم، هذا مكلف، على الدولة أن توفر الدواء مجانا. أخيرا، وبعد أكثر من سنتين من الحوار بين الوزارة الوصية وباقي الفاعلين في قطاع الدواء، تقرر تخفيض ثمن أزيد من 1500 دواء. مرض مثلا ارتفاع الضغط الدموي اللي كان كيدير مثلا ناخذ املور 139 درهم غيتباع غير ب 26 درهم، مثلا ماغيل ديال مرض السكري اللي تيدير دابا حاليا 180 درهم غيتباع غير ب 84 درهم، مثلا سرطان الثدي اللي تيدير تاكسول تيدير 2240 درهم غيتباع غير ب 619 درهم، مثلا سرطان الدماغ هو مهم انه تيتباع حوالي 15000 درهم غينزل 6000 درهم. أزيد من 12,000 صيدلية في المغرب وأكثر من 80 بين مصنع وموزع للأدوية. عين الفاعلين في قطاع الدواء على آلية ترافق تفعيل هذا القرار المنتظر تفعيله بداية شهر يونيو المقبل. هذا المرسوم هذا ديال تحديد ثمن الأدوية شاركوا فيه الصيادلة بواحد الفعالية وقام بواحد التضحية كبيرة، حيث أنهم سامحوا في الهامش الربح ديالهم. من زاوية أخرى احنا عندنا اليقين أن الحل الوحيد هو تغطية صحية شاملة هي اللي تسهل ولوج المواطنين إلى الدواء فعلا. ومع محدودية التغطية الصحية وحاجة المغاربة الكبيرة إلى الدواء، يصير هذا القطاع رهانا وطنيا وأيضا سياسيا، كما صرح بذلك وزير الصحة المغربي. تخفيض ثمن الأدوية في المغرب وهذا قرار مهم جدا، هذا قرار حكومي. دواء واحد لعلاج السرطان انتقل بفضل تحديد ثمن الأدوية في المغرب من 17,000 دولار ليستقر في أقل من 7,000 دولار، تعديل مهم، غير أنه في نظر شريحة من المغاربة المعوزين والذين لا يتوفرون على تغطية صحية شاملة، ثمنا خياليا غير مقدور عليه. لذلك يبقى الرهان الحقيقي في تعميم التغطية الصحية لتشمل الغالبية العظمى من المغاربة. عثمان صديق الرباط لقناة الميادين. آلاف العمال المغاربة والمعلمين والموظفين شاركوا في مسيرة وسط مدينة الدار البيضاء احتجاجا على خطة تقشف وضعتها الحكومة بهدف السيطرة على الانفاق الجامح وعجز الموازنة. المتظاهرون طالبوا بتوفير مزيد من الوظائف ورفع الأجور والتراجع عن قرار خفض الدعم عن سلع أساسية. وخفضت الحكومة الدعم على البنزين والديزل للسيطرة على عجز الموازنة بعدما تفاقم بسبب رفع رواتب الموظفين خلال الفترة التي شهدت ما سمي الربيع العربي. وللاطلاع أكثر على مطالب العمال في المغرب، ينضم إلينا من الرباط الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل السيد علي لطفي. سيد علي، برأيك ما هي مطالب العمال الذين تظاهروا في الرباط ولماذا التظاهر؟ بداية شكرا على الاستضافة، وبالفعل كما أشرتم إلى ذلك نحن نظمنا مسيرة احتجاجية سلمية نطالب فيها أو طلبنا فيها بالزيادة في الحد الأدنى للأجر بما يتماشى وغلاء المعيشة وبما يضمن العيش الكريم للعمال والمتقاعدين، خاصة أن بلادنا عرفت زيادة مهولة في أسعار المحروقات وفي أسعار المواد الأساسية. نطالب بتوقيف هذه الزيادات المتوالية في أسعار المحروقات، كذلك نطالب بزيادة في معاشات المتقاعدين
وذوي حقوقهم، خاصة أن المغرب لا يعرف حماية اجتماعية لجميع العمال. هناك فقط 20% من العمال يستفيدون من الحماية الاجتماعية، أي من تقاعد وتأمين على المرض، بالإضافة إلى نظام ضريبي غير عادل يثقل كاهل الطبقات المتوسطة في المغرب. لذا نقول اليوم على الحكومة أن تراجع سياستها الاجتماعية والاقتصادية، خاصة أنها أغرقت بلادنا في الديون وأثقلت كاهل الأسر الفقيرة بزيادة في أسعار المواد الغذائية. طيب سيد علي، في ظل الضغوط المالية التي تتعرض لها الحكومة المغربية ومن ضمنها شروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لخفض سياسات الدعم واعتماد التقشف، برأيك هل يمكن تلبية هذه المطالب في يومنا الحاضر؟ سؤال وجيه، وهذا ما ننتقد به يوميا حكومتنا، لأنها تنصاع بشكل أعمى لتوصيات المؤسسات المالية الدولية ومنها البنك الدولي. نريد سياسة وطنية تقطع مع قيود التبعية المطلقة وللإملاءات التي تأتينا من الخارج. نريد سياسة اقتصادية عادلة تأخذ بعين الاعتبار الوضع الاجتماعي ووضع الطبقات الفقيرة والواسعة من شرائح المجتمع المغربي. لذا نقول اليوم أن السياسة الحكومية هي سياسة تفقيرية بسببها الخضوعها لإملاءات المؤسسة المالية الدولية. الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل السيد علي لطفي، كنت معنا مباشرة من المغرب، شكرا جزيلا لك. فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية بات لازمة على لسان كل مسؤول أمريكي، عقوبات لا تفارق تصريحاتهم سواء في الشرق أو الغرب ضد دولة أو كيان أو حتى أفراد لا تتناسب سياستهم مع تطلعات واشنطن وجديدها القديم روسيا. بالأمس خرج وزير الخارجية الأمريكية جون كيري ملوحا بالمزيد من العقوبات على روسيا. التصريح قد لا يحمل جديدا، لكن واشنطن تتحدث لأول مرة عن عقوبات جدية ضد دولة يتجاوز ناتجها المحلي المعلن 2000 مليار دولار. لا شك في أن موسكو تستشعر انزعاجا ما من هذه العقوبات، وسيكون التأثير أكبر إذا تعرضت للمزيد من التضييق، لكن واشنطن تبدو كمن يطلق النار على قدميه. 30 مليون بطاقة ائتمان ستفقدها شركات الدفع الإلكتروني الأمريكية. 40 مليار دولار من التبادل التجاري لن تجد مكانا في تجارتها الخارجية. مكانة الدولار كعملة لتسوية المدفوعات الدولية سوف تتراجع. والأهم أن شركات سبق لها أن استثمرت على نحو مباشر أو غير مباشر ستفقد أسواقها وعمالها لن يجدوا وظائف. القطاعان المالي والطاقوي هما القطاعان البارزان، لكن يمكن أن يتأثر أيضا بعض القطاع الصناعي الذي يصدر إلى روسيا. لا يمكن وضع رقم محدد في هذه المرحلة. بالفعل يصعب تحديد قيمة الخسائر الأمريكية من عقوبات مفروضة على روسيا، لكن ماذا لو لجأت موسكو إلى سياسة العقوبات المضادة؟ إذا فرضت روسيا عقوبات فهي قد تستهدف أعضاء محددين في الحكومة والإدارة والقيادات السياسية، أو يمكنها فرض عقوبات شاملة تؤثر في الاقتصاد برمته، لكن الأمر ما زال غير مؤكد ولا أريد التكهن. المواطن الأمريكي لن يكون بمنأى عن عقوبات روسية محتملة، والمواطن الروسي سيشعر بأثر التضييق الأمريكي. لا مشكلة، فقدان بعض من الرفاهية لن يكون قاسيا على الروس كما هو بالنسبة إلى الأمريكيين الذين ظنوا أن العالم سيكون في خدمتهم إلى الأزل. شد الحبال بين موسكو وواشنطن يتجه إذن إلى المزيد من التصعيد. عقوبات وعقوبات مضادة تبدو سمة المرحلة، لكن العبرة تبقى في خواتيمها. خلال السنوات القليلة الماضية تطورت العلاقات الاقتصادية بين روسيا وبريطانيا بشكل كبير، وسط توقعات بأن تشهد فتورا في الفترة المقبلة، فربيع العلاقات بين البلدين أنهته أزمة أوكرانيا. موسى سرور. ربما أصبح بعيد المنال تحقيق طموح بريطانيا بمضاعفة صادراتها إلى 1 تريليون جنيه استرليني لروسيا بحلول العام 2020 بسبب تداعيات الأزمة الأوكرانية، أزمة تركت أثرها على العلاقات الاقتصادية بين موسكو ولندن. فشركة جلوبال بلو السياحية نشرت مؤخرا تقريرا يشير إلى أن الإنفاق الروسي في المتاجر والفنادق البريطانية انخفض بنسبة 17%.
لندن توفر خدمات مالية إلى روسيا خصوصا في مجال التأمين، وليس هناك رقم محدد، لكن تقدر قيمة الأرباح البريطانية من ذلك بأكثر من 27 مليار دولار سنويا. صحيفة الاندبندنت البريطانية أشارت إلى وجود أكثر من 600 شركة بريطانية في روسيا التي تشتري بحوالي 5 مليارات جنيه استرليني من الصادرات البريطانية سنويا، وفي المقابل يتواجد أكثر من 70 شركة روسية مدرجة في سوق لندن للأوراق المالية، ما يشكل نسبته 4%، من بينها شركة الطاقة العملاقة غاز بروم وروزن نفت ولوك أويل، إضافة إلى شركة تشغيل الهواتف ميغافون وشركة سبير بانك أكبر مؤسسة ائتمانية روسية. الاقتصاد البريطاني بحاجة إلى الاستثمارات الروسية، وبالتالي لا يمكن المخاطرة بفرض عقوبات ضدها، فهي أكبر دولة أوروبية خصوصا من الناحية العسكرية. الأثرياء الروس وجدوا في مدينة الضباب ملاذا آمنا لهم، فوفقا لتقرير المجلس الاستشاري للهجرة، فإن نحو 433 مليونيرا روسيا انتقلوا للعيش في بريطانيا منذ العام 2008، مستفيدين من قرار الحكومة البريطانية الذي ينص على أن الأجنبي الذي يستثمر في بريطانيا مبلغ مليون جنيه استرليني يمنح حق الإقامة الدائمة بعد 5 سنوات. تدرك السلطات البريطانية مدى حاجتها الاقتصادية إلى الأموال والاستثمارات الروسية، حاجة تدفعها دائما إلى التأني والحذر في التعامل مع أي خطوة لفرض عقوبات اقتصادية ضد روسيا الاتحادية. مستصر لندن، الميادين. مع هذا الخبر نأتي إلى ختام الاقتصادية، نشكر لكم حسن المتابعة. الميادين.net للمزيد. إلى اللقاء.